أهلا بكم. طلبت الحكومة الأمم المتحدة بالضغط لمنع ميليشيا الحوثي من استحداث منافذ جمركية جديدة. حذر رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح من خطورة ذلك على الشاحنات المحملة بالبضائع والمساعدات الإنسانية والتي تقوم ميليشيا الحوثي باحتجازها وفرض رسوم غير قانونية عليها. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: الأول، خطورة استمرار ميليشيا الحوثي في استحداث منافذ جمركية جديدة في مداخل المحافظات، والثاني، ما الآليات المحلية والإقليمية والدولية التي يمكن أن تحل مشكلة البضائع والمساعدات الإنسانية؟ أكدت الحكومة أن استمرار ميليشيا الحوثي في استحداث منافذ جمركية جديدة في مداخل المحافظات سيعود بالضرر على الاقتصاد والمواطنين. من جهته، توقع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن تؤدي ممارسات الميليشيا هذه إلى إفلاس شركات القطاع الخاص وانكماش الاقتصاد الوطني، وهو ما يعود بالضرر على الحياة العامة للمواطن. نشاهد هذا التقرير ونعود. من وقت لآخر تضيق خيارات الميليشيا في الحصول على موارد مالية جديدة، وهو الأمر الذي دفعها لاستحداث منافذ ونقاط جمركية جديدة للحصول على إيرادات. البلد الذي يعاني من أزمات معيشية صعبة مهدد بتضاعف الأزمة نتيجة العواقب المرتبطة بقرار إنشاء منافذ جمركية جديدة وتحصيل رسوم على الواردات الغذائية، قرار من المتوقع أن يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي بالبلاد ككل نتيجة ما قد يسببه ذلك من زيادة رفع لأسعار المواد الغذائية وهروب لرأس المال إلى الخارج، وهو ما سينعكس سلبا على حياة المواطنين. ودون أن تتخذ أي إجراءات عملية، حذرت الحكومة من خطورة استحداث الميليشيا الإنقلابية لمنافذ جمركية ونقاط عسكرية في مداخل العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية، حيث تقوم الميليشيا باحتجاز الشاحنات المحملة بالبضائع والمساعدات الإغاثية وفرض رسوم غير قانونية على السلع الأساسية، مشيرة إلى أن ذلك قد يساهم في تردي الوضع الإنساني. إجراءات الميليشيا الأخيرة دعت خبراء اقتصاديين إلى التحذير من خطورة استحداث الميليشيا لمنافذ جمركية جديدة قد تؤدي إلى إفلاس شركات القطاع الخاص وانكماش الاقتصاد الوطني، وتشير إحصاءات عديدة إلى أن ممارسات الميليشيا الاحتكارية قد أدت إلى إفلاس بعض الشركات في الوقت الذي يتوقع فيه استمرار حالة الإفلاس إذا ما استمرت الميليشيا في فرض سياساتها المنهكة للاقتصاد والضارة بالمواطن اليمني. إذن جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن، رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية معالي الوزير عبد الرقيب فتح. أهلا بك معالي الوزير. أهلا وسهلا، حياكم الله. إذن حذرتم معالي الوزير من خطورة استحداث ميليشيا الحوثي الإنقلابية لنقاط جمركية، هل من الممكن أن توضحوا لنا ما خطورة ذلك الأمر؟ شكرا جزيلا أخو العزيز، شكرا لمشاهدي قناة بلقيس. احنا مؤكد أنه الإجراء الذي تقوم بالميليشيات المسلحة الحوثيين إجراء غير قانوني ومخالف لكل القوانين والشرائع سواء الوطنية أو الدولية بصورة رئيسية، وهي عبارة عن عملية تقطع تقوم بها الميليشيات المسلحة ضد الشاحنات التجارية والقوافل الإغاثية. إعادة تكرار الرسوم الجمركية بعد أن تم الفحص وأخذ الرسوم من الشرعية هو يؤدي إلى زيادة التكلفة، إلى مضاعفة التكاليف، وهنا يتأثر بصورة مباشرة المواطن العادي. زيادة الجمارك أو مضاعفتها أو تكرارها سيؤدي إلى رفع السلع، وبالتالي سيكون التأثير بصورة مباشرة على المواطن العادي الذي يعاني اليوم من كثير من المضايقات والكثير من شظف العيش. فلذلك نحن حذرنا الميليشيات المسلحة من هذا الأمر لأنه سيفاقم من الأزمة الإنسانية وسيؤدي إلى انتشار حالة الفقر. ارتفاع السلع تؤدي إلى عدم قدرة المواطنين على الشراء، وهذا يؤثر كما أوضحت على دخل الأسرة وسيوسع من حجم المعاناة، كما سيزيد حالة الفقر المنتشرة أصلا وبالذات المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات المسلحة. طيب، هل لديكم إحصائيات عن عدد النقاط الجمركية التي لدى ميليشيات الحوثي والتي تقيمها ميليشيات الحوثي وحجم الانتهاكات التي تمارس فيها؟ اليوم في كل المنافذ أخي العزيز، القافلات والقواطر القادمة من العاصمة المؤقتة عدن سواء في
القادمه من خط صنعاء اب عفوا عدن اب عدن تعز اب صنعاء والقادمه عبر الضالع يريم ذمار المناطق او القادمه من الحديده، كل المنافذ التي هي توصل بصنعاء يتم استحداث نقاط جمركيه واعاده الجمارك على تلك الشاحنات، كل المنافذ الموصله الى صنعاء هي الان تحت منافذ جديده وجمارك جديده. يعني هي الفكره حتى يعني يتضح الرقم بالنسبه للمشاهدين مدى حجم الضرر والأثر المالي الذي سينعكس عليهم كلما زادت المنافذ الجمركية التي تقيمها الميليشيات، كم تستقطع؟ ما هو إجمالي المبالغ التي تأخذها لصالح يعني أعمالها الانقلابية في نهاية المطاف؟ من المؤكد الآن الغرفة التجارية في صنعاء أصدرت بيان، الغرفة التجارية ومن المؤكد حذرت الغرفة التجارية بأن التكلفة ستتضاعف، مؤكد إذا كان يؤخذ 20% في الجمارك الشرعية هناك في الميليشيات المسلحة تؤخذ 30% بالإضافة إلى نواحي من الابتزازات والرشوة والأمور المعقدة، فلذلك غرفة التجارة في صنعاء حذرت من أن التكاليف ستضاعف على المواطنين وأن هذه الأمور إجراءات غير قانونية، ونحن أشدنا من استقل الأمم المتحدة لإدانة هذه التصرفات والعمل على كل الخطوات الإجرائية لمنعها. طيب يعني عندما كان يعني هذا الأمر ليس أمرا وليد اللحظة معالي الوزير، ما الذي قمتموه سابقا في سياق قيام ميليشيات الحوثي بفرض هكذا منافذ جمركية و... هذه المحافظات أساسا ليست تحت سيطرة الشرعية. نعم. هذه محافظات تحت سيطرة الميليشيات المسلحة، نحن حذرنا منذ البداية منذ أول منفذ تم في محافظة دمار وأيضا في منطقة صباحة، أصدرت أنا بيانات إدانة واضحة ودعوت الأمم المتحدة لإدانة هذا الأمر، لكن للأسف الشديد لا توجد استجابة من قبل المنظمات الدولية للوقوف الحازم تجاه هذه التصرفات التي تزيد من معاناة المواطنين، فلذلك نحن لا نستطيع أن نتدخل بصورة مباشرة كون هذه المحافظات لا زالت تحت سيطرة الميليشيات المسلحة الحوثيين. طيب وفقا لذلك بما أنها ليست تحت سيطرتكم أو مناطق ليست تحت سيطرة الحكومة، ما هو المتوقع إذا من استجابة من قبل مثلا منظمات الأمم المتحدة أو المنظمات العاملة بهذا الخصوص والجهات الدولية كاستجابة لهذه التحذيرات التي تقومون بها خصوصا مع تغير منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن؟ منسق الشؤون الإنسانية في السابق السيد جيمي ماكوريك كان لديه معلومات، لكن للأسف الشديد لم يقوم بمهامه وفقا لما تحتمه قوانين وتشريعات الأمم المتحدة. الآن القائم بالأعمال وهو السيد ستيفن أندرسون ممثل برنامج الغذاء العالمي، نحن وجهنا إليه نداء عاجل لكي يقوم بهذا الأمر، ويفترض أن منظمات الأمم المتحدة وبالذات المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان والمسؤولة أيضا عن تطبيق الشرائع القانونية في أوقات الحروب هي المكلفة مثل هذه الحالات، ولها الحق وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة أن تحمي المدنيين من أي آثار سواء معيشية أو زيادة معاناة، فلذلك ليس أمامنا نحن كحكومة شرعية إلا اللجوء إلى منظمات الأمم المتحدة وسنرفع عبر وزارة حقوق الإنسان كثير من الدعاوي تجاه هذه الميليشيات المسلحة. الأهم الآن أخي العزيز هو التدخل المباشر من قبل القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في صنعاء لكي يصدر بيانات إدانة تمنع هذه الميليشيات مثل تلك الممارسات المؤثرة بصورة مباشرة. الوضع الآن سيء على سعر مرتفعة، زيادة التكلفة الجمركية والرشوة الغير قانونية سيؤثر بصورة مباشرة على دخل الأسرة وسيزيد من مساحة الفيض، وهذا ما حذرت منه في تصريحي التي تابعتموه. طيب يعني بسؤال أخير مع الوزير، يعني هناك كثيرين ممن يقولون على أنه لا يمكن للأمم المتحدة أن تعمل إذا أدانت ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها. الآن السؤال ومن يطرح ذلك يقول إن في نهاية المطاف الميليشيا تتوسع في نقاطها الجمركية نتيجة لفشل الحلول على الأرض وعدم الحسم ضد هذه الميليشيات. هل حسم المعركة ضد ميليشيات الحوثي، هل تتفق أن حسم المعركة مع الوزير مع ميليشيات الحوثي سيؤدي إلى إلغاء هذه المشاكل؟ الميليشيات المسلحة الحوثيين تتحمل المسؤولية الكاملة لأنها رفضت كل دعوات الحوار سواء التي أطلقتها الأمم المتحدة وقبلت فيها الحكومة الشرعية، قبل بها الرئيس الشرعي عبد المنصور هادي، قبلنا بكل المبادرات الأممية استشعارا لمسؤوليتها الوطنية،
واستشعارا لمسؤوليتنا تجاه المواطنين، قبلنا بكل المبادرات التي جاءت من قبل ممثل الامين العام السابق السيد اسماعيل ولد الشيخ، وكل المبادرات، وقبلنا الذهاب للحوار الى كل مناطق العالم. فلذلك من يرفض الحوار ويلجأ الى قوات السلاح ويرى بان في الحرب هي مخرج هو من يتحمل المسؤوليه الكامله تجاه معاناه المواطنين. اليوم ليس فقط المشكله مشكله حرب، ولكن مشكله تقطع للقوافل وفرض رسوم جمركيه خارج القانون. هذا الامر مدان عالميا، وسنستمر بمطالبتنا للامم المتحده بإدارته. أشكرك رئيس اللجنة العليا للإغاثة مع الوزير عبد اللطيف فتح، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الصحفي الاقتصادي الأستاذ محمد الجماعي من مأرب، أهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد، حياكم الله. إذن بداية دعنا يعني لو تعطينا بمنهجية اقتصادية أو بصورة أكبر، ما الذي يمكن أن تحدثه النقاط الجمركية التي تقيمها ميليشيات الانقلاب من أثر على الاقتصاد الوطني؟ نعم، الميليشيات تقوم بأعمال كثيرة جدا لحماية المراكز المالية في صنعاء التي تديرها هي، والتي من شأن تشغيل بقية الموانئ والمنافذ اليمنية أن تسقط العاصمة بدون حرب عسكرية، وهذا ربما يدركه الحوثيون أكثر مما تدركه الشرعية. وأعتقد جازما أن هناك نوع من الحرب الاقتصادية تقوم بها الحكومة، لكنها تقوم بها ببطء شديد جدا، وربما لو قامت بها الحكومة في وقت يعني مبكر ويعني فعلت هذا الملف الاقتصادي تفعيلا كبيرا لحمت التجار ورأس المال المحلي الموجود في صنعاء وفي عدن وفي غيرها وفي غيرها من الأماكن من غلواء الحوثي في هذا المجال، لأنه الآن يحيط نفسه بهالة من الحماية غير العسكرية، حماية يعني اقتصادية، حماية مالية، حماية تجارية. هذه الموانئ هي للحد من نفوذ الحكومة وسيطرتها على تلك المناطق، كان ذلك قبل الوديعة السعودية وبعد الوديعة السعودية. الحكومة الآن اتخذت خطوة ورفعت بهذه الشكوى للأمم المتحدة، وهي خطوة وإن كانت متأخرة إلا أنها جيدة. وفي هذا المجال قد بحت أصوات التجار ورؤوس الأموال في صنعاء، وهي يعني تدعو العالم لإنقاذهم من هذه المنافذ التي استحدثت وفقا يعني مخالفه لكل الاتفاقيات الدوليه، ومنها اتفاقيه المنفذ الواحد والتجاره العربيه المشتركه. وهذا كله ان لم يخرج اليمن من هذه القوائم ومن هذه المنظمات سوف يخرج اليمن او يدخل اليمن في نفق من الجوع ومن الازمات الماليه المتلاحقه، لان راس المال سيهرب، لا يمكن ان يدفع يعني جمارك في المنفذ الاول وفي المنفذ الثاني ثم يدفعوا في اخر منفذ امام يعني امانه العاصمه. هذا عمل اجرامي اكبر من الاعمال التي تقوم بها الميليشيات على صعيد الانقلاب. نعم، طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معي استاذ محمد. ارحب بمن ينضم الينا الان استاذ مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي من القاهره، اهلا بك استاذ مصطفى. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام، حياكم الله. اذا استاذ مصطفى، مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي حذر من مغبه استحداث الميليشيا لنقاط جمركيه جديده، لماذا هذا التحذير؟ يعني ما هي مغبه قيام ميليشيات الحوثي وما حجم استفادتها من هذه المنافذ الجمركيه؟ هذا كان تصريح لي طبعا تجاه هذه التطورات الأخيرة وليس تحذيرا من قبل المركز، هذا للتوضيح. فيما يتعلق بموضوع وضع نقاط جمركية جديدة أو استحداث نقاط جمركية جديدة في مداخل المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، هو يعني وفقا لإعلان السلطات الجمارك التابعة أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين أنه لتعويض مسألة الإيرادات التي يتم فقدانها جراء الاستيراد عبر مناطق الحكومة، سواء كان عبر عدن أو المكلا أو ميناء نشطون وغيرها من الموانئ البرية كالوديعة وغيرها.
لذلك تحاول جماعة الحوثي أن تعوض هذه الخسارة نتيجة يعني كمركة هذه البضائع والسلع في هذه المنافذ الخاضعة أو التي لا تخضع لسيطرتها، وتعيد فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100%. وهذا كما تعرف أنه له العديد من المخاطر الاقتصادية والمخاطر على القطاع الخاص، ولذلك كان هناك احتجاج كبير من قبل القطاع الخاص سواء كان من الاتحاد العام للغرف التجارية أو من الغرف ومن التجار، وقادوا الكثير من الانتقادات لهذه الخطوات التي فعلا تثقل كاهل العمل التجاري وأيضا تتسبب في خسائر كبيرة للقطاع الخاص، ناهيك عن أنها تضيف أعباء إضافية على السلع حيث يقوم التجار مباشرة بإضافة هذه المبالغ إلى السلعة، وهذا يضاعف من حالة الكساد الذي يعاني منه الاقتصاد اليمني، وبالتالي أيضا يضاعف من حالة الفقر في البلد. طيب، باعتبار أن هذا شكل من أشكال الحرب الاقتصادية إن صح التعبير بين الشرعية والانقلابيين، بين المواطنين اليمنيين عموما وبين ميليشيات الانقلاب، هل يعني إلى أي مدى يشكل هذا الأمر، أتحدث عن النقاط الجمركية، رافدا لاقتصاد الميليشيا أو لمقدرات الميليشيا المالية؟ كم نسبة هذا التأثير؟ بكل تأكيد التأثير يعني كبير، حيث تفقد مثلا جماعة الحوثي كثير من الإيرادات عندما انتقلت بعض جزء كبير من النشاط التجاري سواء كان إلى عدن أو المقلة أو الوديعة أو غيرها، وهي تحاول أن تعوض هذا التأثير الذي تأثرت فيه يعني تأثر به ميناء الحديدة بتعويض هذا الأمر عبر فرض رسوم جمركية على السلع الداخلة إلى مناطقها، لكن الآثار يعني إذا سألت عن كم حجم هذه المبالغ، بكل تأكيد أعلنت على سبيل المثال مصلحة الجمارك أنها يعني وردت خلال العام الماضي أكثر من 100 مليار ريال، وهو مبلغ كبير في الحقيقة، حتى أكثر من المبلغ الذي كان يتم يعني تحصيله في الأوضاع الطبيعية عام 2014 و2013. لكن السؤال هو أيضا أين تذهب هذه الإيرادات التي يتم كبايتها من القطاع الخاص؟ هي لها عدة أضرار، كما قلنا تضاعف الكلفة على القطاع الخاص وبالتالي يضاعف هذا على المواطنين، لكن أيضا حتى هذه الكبايات يعني هل يتم تسليمها كمرتبات للموظفين؟ أيضا هل تنعكس على خدمات صحية وتعليمية وغيرها؟ هنا أيضا هذا السؤال الذي يعني يطرح نفسه، وبالتالي لا توجد إجابة له، وهناك يتم يعني العبث بهذه الإيرادات. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ مصطفى. أعود إلى أستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد، هل يعني يجب على الحكومة الاكتفاء بالتحذير من استحداث النقاط الجمركية، أم أن هناك مجال لديها وفقا للممكن للتحرك بشكل أكبر تجاه هذه الممارسات والخطوات؟ نعم، هناك الكثير مما يجب أن تقوم به الحكومة. الحكومة الآن معنية بالدرجة الأولى بحماية التجار، هي تقول أنها تمثل الشرعية وتمثل البلد كامل، وبالتالي لديها ما تقوم به لحمايتهم، وهو أولا تفعيل بكامل أنشطته في عدن، وهذا سيفتح المجال للتجار والمستوردين للانتقال إلى عدن ونقل أنشطتهم ولو تدريجيا، لأنه لا يملك أحد الآن، لا تملك أي جهة أن تقوم باعتماد مستندات الموردين وإصدار خطابات الضمان ما لم يكن هناك يعني وديعة ملياريه مثل مركز في عدن. الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن ربما تصب في هذا المقام، ووجود طارق صالح هناك ربما يصب أيضا في هذا المجال. تأثر المراكز المالية في بسبب انتعاش عدن ومارب وحضرموت يؤثر على الممثلين هناك بزمام الأمور، والمستفيدين الوحيدين فقط من يعني الجمع إطارة أمد الحرب في اليمن. الحكومة الآن لتفعيل أدواتها للصرف وتسهيل كل عدد
طيب هناك أستاذ محمد، هناك إشكالية في وصول الصوت لدينا من المصدر. على كل حال أشكرك أستاذ محمد الجماعي الصحفي الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. بالعودة إليك أستاذ مصطفى نصر، الآن يعني لنأتي إلى المعالجة. الرئيس اللجنة العليا للإغاثة قام بالتحذير من هذه النقاط، يبدو أن هذه النقاط يعني هي في أماكن كما يقول ليست تحت سيطرتهم، لذلك لن يستطيعوا القيام بشيء بشكل مباشر نحوها يرفع إلى الأمم المتحدة. ما هي الآليات التي ينصح بها من قبلكم من أجل إيقاف هذه الممارسات غير الشرعية من قبل الإنقلابيين، هذه النقاط الجمركية التي ستؤدي في نهاية المطاف على الأقل عدم عرقلة الجهود الإنسانية والإغاثية؟ صحيح أنه من غير يعني من الصعوبة مكان أن يكون للحكومة دور في موضوع وقف مثل هذه الإجراءات، لأن هذه المناطق غير خاضعة لسيطرتها، وبالتالي يعني لن تكون قادرة على وقف مثل هذه الممارسات أو الحد منها وغيرها. لكن هي من ناحيتها، ولذلك هي تطالب فقط كما هو مطالب القطاع الخاص، أن يتم تجنيب القطاع الخاص هذه الممارسات، وأن يتم أيضا إتاحة العمل للقطاع الخاص وللنشاط الإنساني أن يستمر بعيدا عن الضغوط وبعيدا عن ممارسات مثل هذه الممارسات، سواء كان في مناطق سيطرتها مناطق سيطرة الحكومة أو في مناطق سيطرة الحوثيين، والعمل والضغط من أجل تجاوز هذه الإشكاليات. طيب هذه النقطة أستاذ مصطفى، يعني تجنيب الجوانب الاقتصادية هذه الحرب، هل بعد هذه السنوات من الحرب ومن الانقلاب مسألة تجنيب الجوانب الاقتصادية تداعيات الحرب بات أمرا منطقيا أو مقبولا لدى الناس مفهوما، أم أن التوظيف المستمر من قبل ميليشيات الحوثي كما تدل الكثير من الشواهد يعني يحتاج إلى تجاوز مسألة تجنيب الجوانب الاقتصادية تداعيات الحرب؟ إيه، أنا أتحدث عن قطاع خاص الآن يشتغل في اليمن كلها ويقدم خدماته للمواطنين في كافة مناطق اليمن كعملية تجارية، يعني بدونها بكل تأكيد يحدث مجاعات كبيرة، وكان له دور خلال المرحلة الماضية في إيصال السلع في أحلك الظروف رغم المخاطر والتحديات اللي واجهها، سواء كان في عمليات القصف أو في عمليات التحديات في النقاط الأمنية والابتزاز وغيرها. وهذا أنا أتحدث عن أنه يتاح له بأن يتاح للقطاع الخاص المجال على الأقل أن يتحرك في إيصال هذه السلع إلى المناطق، وعدم وقوع هذه الإشكالات التي تحدث له، وبالتالي إما أن يتضاعف السعر على المواطنين أو أن لا يستطيع الوصول المواطنين الحصول على السلعة. يعني نحن نتحدث عن يعني قواعد إنسانية أساسية يجب الالتزام فيها، ومنها إتاحة المجال للقطاع الخاص أن يشتغل وأن يعمل. طيب ما هي نجاعة هذه الخطوات أستاذ مصطفى؟ يعني الآن المواطنين من أين سيأتون بالمال لشراء هذه المواد إذا كانت أسعارها تتجاوز مقدرتهم على الصرف؟ بكل تأكيد يعني هي تصل لشريحة معينة من السكان، وشريحة معينة من السكان أصبحت تعتمد على المساعدات الإنسانية أو أنها لا تستطيع شراءها، لكن أيضا حرمان الكل من هذه السلع هو بحد ذاته أيضا يضيف أعباء كبيرة ويقود إلى مزيد من المجاعة في مناطق كثيرة من اليمن. بالنسبة للحوثيين، هم حتى جماعة الحوثي أو رجيمة الحوثي هي متضررة أصلا حتى من هذه الإجراءات إذا نظرت إليها من ناحية اقتصادية، هو فقط يعني في مناطق الحكومة لم تتاح الأرضية المناسبة لانتعاش الحركة التجارية بشكل ملائم، وإلا فإنها ستفقد جزء كبير من إيراداتها التي تكفيها. يعني القطاع الخاص الآن عندما يتضرر في المناطق التي تسيطر عليها بكل تأكيد لن تجد مستقبلا يعني من تفرض عليه جبايات وضرائب وزمارك وغيرها، وبالتالي هي حتى يعني إيراداتها أول المتضررين جراء هذه الممارسات. نحن نقول عندما يعني يتعلق الأمر بالقطاع الخاص يجب أن تتاح له المجال، سواء كان في المنابر أو في المرور من بين المدن وغيرها، حتى لا يحدث إشكالية في وصول الناس إلى السلع.
بعدها من الذي هو قادر على الوصول لهذه السلع من عدم، وهذه قضية أخرى تتعلق بالجانب الإغاثي والإنساني. لكن أيضا العملية التجارية يجب أن تستمر، وهذا حتى في كل الحروب في العالم يعني يفترض أن يكون هناك ممرات آمنة للسلع والبضائع حتى لا يدخل الناس في مجاعة، وهذا فعلا إحدى النصوص التي أو الحقوق التي تؤكد عليها كل المواثيق الدولية سواء كان في حال السلم أو في حال الحرب. أشكرك رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أستاذ مصطفى نصر، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل عبد الرقيب الأبارة منتج هذه الحلقة وجميع أفراد الطاقم الفني، في أمان الله.